بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، على بركة الله نسير. ينطلق شوطنا 19 في انطلاقة فترتنا المسائية خاص بالإبكار مقدمة الشوط، وهذه هي شبابة في المركز الأول لناصر أو عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصلت ملشة على المركز الثاني لعبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، بينما المركز الثالث الشحانية لعلي بن محمد بن راشد بن محمد بن ديلة، بينما المركز الرابع هذه هي من وصلت جلمودة لطلال بن سعيد بن مبارك بن سعيد بن نورة، بينما اللي تدخلت على المركز الرابع وهذه هي الذخير لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت، وتدخلت أيضا هذه المتدخلة تشريف لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري. أيها الحفل الكريم، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، وعودتنا إلى شبابة في مقدمة الشوط. عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري في مقدمة في هذا الشوط. الله يا المركز الثاني بلشة، بلشة والقادمة من ميدان يبريل. يا سلام، عبد الله بن علي بن راشد بن جابر المري قادمة لهذه المشاركة، راهية تتسلل، راهية تندفع، راهية تذهب إلى المركز الثاني وعينها على الصدارة، وهذه راهية لمسفر بن علي ومسفر الجربوعي المري. تعود بلشة مرة أخرى إلى مركز متقدم بشعار عبد الله بن علي بن راشد بن جابر المري، وفي المركز الرابع. الله، وهذه الخطيرة، وهذه الخطيرة يا اخواننا، وهذه الشحانية علي بن محمد بن راشد بن محمد بن ديلة. يا سلام، وفي المركز الخامس هذه ايضا الاخطر والاقوى، هذه هي الذخيرة لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت المري. ديروا بالكم، هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام في شوطنا 19، في شوط يسبق شوط الختام. يا مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، نعود مرة اخرى الى شبابة، شبابة مشاهدينا الكرام، ولكن تغيرت الامور، تغيرت الامور مع راهية مسفر بن علي بن مسفر الجربوعي المري في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المركز الثاني، هذه هي شبابة على المركز الثاني. 1200 يا متأخرين، 1200 يا باحثين عن الفوز، 1200 يا باحثين عن التتويج. شبابة على المركز الثاني، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري، بينما بلشة على المركز الثالث عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، وفي المركز الرابع الخطيره اللي قلنا لكم خطيره الشحانيه علي بن محمد بن راشد بن ديله، وفي المركز الخامس خجل. يا مرحبا بخجل، ومرحبا بشعارها راشد بن طالب بن متعب بن شريب المري. يلا يا بن شريب، شد الحيل وروح مع الرقص هناك. اعود الى مقدمه الشوط، وهذه راهيه، ما زالت راهيه الشكل، ما زالت راهيه الاداء، ما زالت راهيه، راهيه بركضها. المعركه مستمره. الله يا شبابة قادمة، شبابة قادمة، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. الله 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 يا خجل، الله يا خجل، الله يا خجل. راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري استجاب للنداء وأقلع من هنا إلى ميدان السيح. يا سلام، يا سلام، شعار بالنصر القادم، شعار بالنصر القادم، المنطلق المندفع العالي لهذه المشاركة. يا سلام، هذه غدارة. مبارك بن محمد بن نصرة العامري إلى الإمارات أم إلى المملكة العربية السعودية أم إلى دولة قطر مع بن ديلة. يا سلام، أم إلى ظن لعلي بن محمد بن سالم الجربوعي. أعود إلى بن نصرة، بن نصرة ينتصر في هذا الشوط إلى دولة الإمارات، وهنا راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. خجل وغدارة، خجل وغدارة، والشحانية اقتربت، الشحانية اقتربت، وخجل تنتصر في اللحظات الأخيرة. خجل، الشحانية، غدارة، خجل فازت بهذا الشوط. تهانينا والناموس لراشد بن طالب بن شريم المري. المركز الثاني غدارة لمبارك بن نصرة العامري، مركز الثالث الشحانية لعلي بن محمد بن راشد بن محمد بن ديلة، وفي المركز الرابع وصلت ظن لعلي بن محمد بن سالم الجربوعي، وفي المركز الخامس وصلت في المركز الخامس العيدة هي رسالة بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري. أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس لمالكي خجل راشد بن طالب بن شريم
المري وناخذ التوقيت الزمنية للثلاث المراكز الفائزات في شوط يسبق شوط الختام في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لمالكي خجل راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. التوقيت الزمني لحظة وصول خجل والثلاث الفائزات حتى خط النهاية منتصرات متوجات في أمسية خاصة بسن الحقائق. تهانينا والناموس، ننتظر الإعادة للتوقيت الزمني في هذه اللحظات. التوقيت الزمني هذه خجل وتوقيتها الزمني. التوقيت الزمني لحظة الوصول 4 دقائق 35 ثانية، 62 جزء من الثانية، وتوقيت خجل. المركز الثاني غدارة، وكان التوقيت غدارة 4 دقائق 35 ثانية، 72 جزء من الثانية. مبارك بن نصر العامري. المركز الثالث علي بن راشد بن ديل المري، وكان توقيتها 4 دقائق 35 ثانية، 86 جزءا من الثانية.